الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. قرارات المجلس فيما يتعلق بالحصانات كانت رفع الحصانة، وهذا مبعث فخر لهذا المجلس بأن نوابه لا يتمترسون وراء الحصانات كما كان يحدث في بعض المجالس السابقة. دشتي والفضل أمام القضاء بعد رفع الغطاء. نحن لا نخشى في الله لومة اللائم. أنا صوت مع رفع الحصانة. قدمنا طلب اليوم لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق. محور الجلسات مناقشات لرفع الحصانات. لجنة قضائية للوقوف على حقيقة التعيينات القبلية. محاكمة مبارك بين نقض الأحكام ومعاودة الاتهام. وفي النشرة ما خاب من استشار. بعد الجلسة البرلمانية التي حسم فيها ملف رفع الحصانات، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة المجلس خلال جلسة سرية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية أمن دولة، ورفعها عن النائب نبيل الفضل في عدد من القضايا. وقال الغانم عقب استئناف الجلسة العلنية إن المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب مقدم من 10 أعضاء تحدث خلالها معارض وآخر مؤيد لطلب السرية، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا على السرية ورفض 17 عضوا وامتناع 2. وعليه قرر المجلس الموافقة على عقد جلسة سرية للمناقشة والتصويت على بعض الحصانات. قرارات المجلس فيما يتعلق بالحصانات كانت رفع الحصانة، وهذا مبعث فخر لهذا المجلس بأن نوابه لا يتمترسون وراء الحصانات كما كان يحدث في بعض المجالس السابقة. إنما القضاء الأمين هو الملاذ للجميع، وبالتالي القضاء هو يحكم بما يراه مناسب. قدم طلب وفق المادة 69 من اللائحة، من يحق له تقديم الطلب هو الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 نواب. قام 10 من الأخوة النواب الأفاضل بتقديم طلب لتحويل الجلسة إلى سرية، ووفقا لنفس نصوص المواد 69 و70 تنص في حال تقديم الطلب تتحول الجلسة إلى سرية، ويتم مناقشة السرية داخل الجلسة وليس قبل أن تتحول إلى سرية. وهذا ما حدث، تحدث مؤيد للسرية وتحدث معارض للسرية، ومن ثم صوت المجلس وأعلنت التصويت. إذا ما تخني الذاكرة كان 17 معارض و33 موافق على السرية و2 امتناع، وبالتالي بدأت الجلسة السرية وتم مناقشة الموضوع وتم التصويت عليه، وكانت أغلبية أو قرار المجلس بأغلبية التصويت رفع الحصانة عن الأخ النائب الدكتور عبد الحميد دشتي، وتقبل هذا الأمر برحابة صدر داخل الجلسة وقال يعني قدر الله وما شاء فعل، وبالتالي من لديه أي مستندات أو أي سانيد يعرضها على القضاء. وتعليقا على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وجود تراشق بالجلسة السرية بين النواب، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما نشر هي أخبار عارية عن الصحة، وأن الحوار كان راقيا، وتقبل النواب قرارات المجلس برحابة صدر، مشيرا إلى أن ما نشر هي أمنيات لدى البعض، إلا أن ما حصل في الجلسة أصابهم بمقتل. وشدد الغانم في الوقت ذاته على أن المجلس لن يسمح بأن تتحول القاعة إلى ساحة تراشق طائفي أو أي أمر يؤثر على شق وحدة الشعب الكويتي، لأنه الممثل الحقيقي للأغلبية الساحقة لأبناء الشعب. كان هناك البعض من قبل هذه الجلسة
يحاول أن يحول قاعة عبد الله السالم إلى ساحة للتراشق الطائفي أو أن تكون فيها إساءات لدول صديقة وشقيقة، وقد خاب مرجاهم بفضل حكمة وتعاون كل النواب. وحقيقة أود أن أوجه شكري إلى مختلف الأطراف بأنه لم ينجح مسعى من كان يريد تحويل قاعة عبد الله السالم إلى ساحة للتراشق الطائفي أو إلى ساحة للإساءة إلى الدول الأخرى. ويمكن يسألني مساعة البعض عن بعض ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أؤكد بأن كل حسابات سراق المال العام على تويتر ما ذكرته عن سيناريوهات الجلسة هو عار عن الصحة وغير صحيح، هذا ما كانوا يتمنونه، ولكن ما حدث اليوم أعتقد يعني أصابهم في مقتل. وضرب مثل بأن هذا المجلس ما أنت مترس خلف الحصانات، وفي هذا المجلس نسمح بأن تتحول القاعة إلى ساحة تراشق طائفي، ولن نسمح بأن يحدث في القاعة أي أمر يؤثر أو يكون سببا في شق وحدة الشعب الكويتي، لأن هذا المجلس هو الممثل الحقيقي للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي. وكان مجلس الأمة قد عقد جلسته العادية التي تمحورت حول بند الحصانات، حيث وافق على رفع الحصانات عن جميع النواب المقدمة بحقهم طلبات لرفعها. ويواصل المجلس عقد جلسته يوم غد، ومن المقرر أن يصوت فيها على قانون جمع السلاح وقانون النقل والوكالات التجارية. تفاصيل أوفى في تقرير رباب بدأح. لم تفلح المؤامرات لإفشال الجلسة أو اختلاق المشاكل فيها، ونجح رئيس المجلس مرزوق الغانم في وأد مخطط حيكة لجلسة اليوم كان قد دبر بليل. نجح الرئيس مرزوق الغانم في قيادة الجلسة مرة أخرى وإدارة دفتها إلى بر الأمان، وجرى التصويت على رفع الحصانات وقضي الأمر. بعد تصويت المجلس على رفع الحصانة عنه في قضية مرفوعة من أمن الدولة على خلفية تصريحات له طالت دولة البحرين، خرج النائب عبد الحميد دشتي مصرحا للإعلام متحدثا عن وجهة نظره ومجريات الجلسة. شنو تروحون تقدمون نائب في البرلمان الكويتي، رئيس منظمة دولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في واحدة من أسخف الجرائم عشان يطلع بكفالة 1000 دينار؟ هذه التحقيقات سوف تكون في ديوانيتي على الحائط ليراها أحفادي حتى يعرفوا سلامة موقف جدهم، فهذه تسطر للتاريخ. هذه المواقف نحن لا نخشى في الله لومة لائم، كلمة الحق نقولها. لم يكن النائب عبد الحميد دشتي الوحيد من النواب الذين رفعت عنهم الحصانة، فالنائب نبيل الفضل واجه نفس المصير، وقد وجه الفضل رسالة إلى الذين يكيدون إليه ويتسارعون لتقديم شكاوى قضائية بحقه. على رفع الحصانات أنا كان عندي 3 قضايا من نفس الأشخاص اللي ما عندهم شغلة إلا رفع القضايا، وأدري بكيديتهم وما هموني. وتشكرت أنا من الإخوان اللي صوتوا مع رفع الحصانة، لأن المبدأ هو أن حق التغاضي مكفول، هذا المبدأ اللي أنا من فيه، ولذلك أنا صوت مع رفع الحصانة رغم أن تقرير اللجنة التشريعية هو عدم رفع الحصانة. هذه رسالة بيوجهها للي سووا القضايا هذولا، أنتوا كنتوا نواب وكنتوا تخششون وراء الحصانات، تلبدون وترجون النواب الآخرين يصوتون وياكم على عدم رفع الحصانة. أنا بعلمكم شلون الواحد يطير ويسمو في مبادئه وأخلاقه اللي أنتم ما عرفتوها، ظليتوا كله تحت. من ناحية أخرى، طلبت الحكومة إمهالها 2 أسبوع لجهة إبداء رأيها في طلب نيابي مقدم لتوسيع التحقيق في ملف الحيازات الزراعية. قدمنا طلب اليوم لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق في القسائم الزراعية في الوفرة، وإعطاها الصلاحيات للتحقيق في كافة تجاوزات هيئة الزراعة وفي تجاوزات التي حصلت في الحيازات في كافة المناطق وجميع أنواع الحيازات، سواء كانت زراعية، حيوانية، مناحل أو غيرها.
الوزير طبعا من حقه طلب حسب المادة أن تأجيل بحث الطلب للجلسة القادمة. نأمل إن شاء الله بالجلسة القادمة أن يتم التصويت والموافقة على هذا الاقتراح. هذا ويواصل غدا مجلس الأمة عقد جلساته، ومن المقرر أن يتم التصويت على قوانين جمع السلاح، الوكالات التجارية والنقل، والتصويت على المداولة الثانية لقانون الحج والعمرة. رباب بداح، الرأي. وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع طلب من المجلس الأعلى للقضاء اختيار مجموعة من كبار المستشارين لتشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تداولته وسائل الإعلام وما تقدم به بعض أعضاء مجلس الأمة في سياق قيامهم بدورهم الرقابي من أسئلة برلمانية حول آلية التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأشار الصانع إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتأكيدا على حرص الحكومة على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في كل أجهزة الدولة بلا استثناء، إمعانا في الشفافية وإجلاء للحق، وتمهيدا لتقديم نتائج أعمال هذه اللجنة إلى الرأي العام. في موضوع آخر، قال مصدر أمني للراي إنه أثناء تجوال دوريات تابعة لإدارة عمليات الأمن العام في الفنطاس اشتبه رجالها في سيارة بها شاب وفتاة، فطلب رجل الأمن منه التوقف إلا أنه رفض واصطدم بالدورية وأشهر سلاحا ناريا في وجهه وانطلق، فتمت ملاحقته حتى دخل منطقة المهبولة واصطدم مرة أخرى بالدورية حتى توقفت سيارته وتمت محاصرته وضبطه. وأسفرت المطاردة عن إصابة عسكريين اثنين بكسور. وأضاف المصدر أنه بتفتيش سيارة المتهم عثر فيها على 25 كيس شبو، وتبين أن البندقية التي أشهرها هوائية بالإضافة إلى آلات حادة و23 كرت اتصالات مسبقة الدفع، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص. انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الميزانية العامة للدولة وعلى الاستثمارات واحتياط الأجيال القادمة، بالإضافة إلى مناقشة تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح فيما يتعلق بخصخصة الجمعيات التعاونية، على طاولة النقاش خلال انعقاد مؤتمر صحفي بديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدو. ناس متطوعين مالهم ما يبون شيء، بيدرسون كل ما يجري برا، سواء بعض الدول اللي تقوم بسحب احتياطياتها من الذهب، بعض الدول الأخرى، المقررات الجي 20 اللي صارت في بريسبين، الكلام عن الدولار، كلام عن حرب العملات اللي صار في روسيا. هذول قاعدين حاليا يدرسون تأثير هذا، لو هذا حصل، لو حصل أي شيء، تأثير كل الأمور هذه على استثماراتنا، مو بس على أنه والله أن النفط انخفض وبالتالي قلت مداخلنا، تأثير هذا على استثماراتنا، خاصة في ظل الدعوة بكل أسف اللي نضع عليها علامة استفهام، دعوة البنك الدولي للكويت بأن الكويت ملعتها مالية زينة، وبالتالي تتجه إلى الاقتراض، وبعضهم يخشى أن هذا الاقتراض قد يجعل بعدين من كل كويتي يولد راح يكون مدين. جمعية الهلال الأحمر الكويتي واصلت حملتها الاستثنائية لمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وقال موفد الجمعية إلى لبنان مساعد العنزي إنه تم توزيع مساعدات عاجلة لإغاثة ضحايا موجة البرد من النازحين السوريين في بلدة شبعة، وقد شملت مدافئ وبطانيات وملابس شتوية للنساء والأطفال ومادة الديزل على 400 أسرة سورية للتدفئة، فضلا عن توزيع هدايا للأطفال. المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت بطاقات دخول القرعة للدفعة 11 من القسائم الحكومية في مشروع غرب عبد الله المبارك، والتي تشتمل على 390 قسيمة بمساحة 400 متر مربع. وقالت المؤسسة أنها أعلنت في وقت سابق أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلباتهم الإسكانية، والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 14 من ديسمبر لعام 1997.
رماية تدريبية بالذخيرة الحية ستقوم بها البحرية وتبدأ في 13 من الشهر الجاري وتستمر حتى 15 من ذات الشهر. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن منطقة الرماية ستكون على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة على امتداد جزيرة جارو، وعلى مسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا لجزيرة أم المرادم. وأهاب التوجيه المعنوي بالمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة. محكمة النقض المصرية قضت بإلغاء حكم سابق لمحكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن 4 سنوات لكل منهما في القضية المعروفة بالقصور الرئاسية. وأمرت المحكمة برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى في القضية المتعلقة باتهامهم بالاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية قدرت بأكثر من 125 مليون جنيه. خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني في كأس آسيا التي تقام حاليا في أستراليا جاءت بسبب جامع كرات، فبينما اقترب المنتخب السعودي من إحراز هدف السبق عبر مهاجمه نايف هزازي بضربة جزاء، استشار حارس المنتخب الصيني جامع الكرات الذي يقف خلفه والذي أخبره بأن الهزازي سيسدد الكرة إلى يساره، فقام بالقفز على نفس الزاوية وصد الكرة في خطوة لو أحرزت لكانت غيرت مجرى المباراة بالكامل. وعاد الحارس الصيني ليشكر صديقه جامع الكرات بعد أن تصدى للضربة. Goalkeeper Wang Dalai readied himself to face the penalty. He asked Stephen which way he should dive, to which he clearly indicated left. The goalie took his advice. He saved the spot kick. The score was nil all the time. China went on to win 1-0. Now Stephen has been invited to meet the Chinese. الخام يواصل الهبوط. تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. بدولار و92 سنتا انخفض سعر برميل النفط الكويتي ليستقر عند مستوى 41 دولارا و29 سنتا، وتسببت موجة غير معتادة من الأعطال في مصاف رئيسية في الولايات المتحدة في زيادة المخاوف بشأن احتمال ارتفاع إمدادات المعروض، كما أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في نوفمبر الماضي بعدم خفض الإنتاج في مواجهة تراجع الأسعار ما زالت له تأثيرات على الأسعار. على ارتفاع في مؤشراتها الثلاثة أغلقت سوق الكويت لأوراق المالية تداولاتها، حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته مرتفعا بنقطة وعشر نقطة، فيما صعد المؤشر السعري 11 نقطة و20 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد أنهى تعاملاته مرتفعا ب4 نقاط و18 نقطة، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 23,900,000 دينار. الكويت وعمان يودعان، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل.
من جديد أهلا بكم مع الأخبار الرياضية. بخسارة جديدة أمام منتخب كوريا الجنوبية، ودع المنتخب الكويتي منافسات بطولة كأس آسيا 16 لكرة القدم، وتلقى الأزرق الخسارة الثانية بهدف وحيد سجله اللاعب نام تاي هي بضربة رأسية في الشوط الأول من المباراة. وحاول بعدها الأزرق تعديل النتيجة بتغييرات التونسي نبيل معلول، إلا أن الحظ عاند الأزرق في أكثر من كرة، ويتبقى للأزرق مباراة أخيرة أمام منتخب عمان في 17 من الشهر الجاري لا تؤثر نتيجتها على خروج الأزرق من البطولة. وكان المنتخب الكويتي قد خسر اللقاء الأول أمام مستضيف البطولة المنتخب الأسترالي بأربعة أهداف لهدف واحد. وفي اللقاء الثاني لمنافسات المجموعة الأولى، خسر المنتخب العماني مباراته الثانية على التوالي أمام منتخب أستراليا بأربعة أهداف دون رد. سجل الهدفين الأول والثاني للمنتخب الأسترالي مات ماكاي وروبي كروز، في حين أحرز الهدف الثالث مارك ميليجيان من ركلة جزاء. واختتم أهداف اللقاء تومي يورتيش، وكان المنتخب العماني خسر من كوريا الجنوبية بهدف نظيف الجولة الأولى. وبختام الجولة، ودع المنتخبان الكويتي والعماني البطولة رسميا دون أي نقطة، في حين تأهل عن المجموعة منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية بزيادة رصيدهما إلى 6 نقاط لكل منهما، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة للمجموعة. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @RIMediaGroup، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.